لا أحد يرضيه، لا أحد. مسؤولين ومواطنين ومنتخبين وناس عاديين والناس اللي عندهم واللي ما عندوش، ليس هناك واحد يمكن أن تسأله في فاس عن وضعية الطوبيس يقول لك مزيان، لا على مستوى العدد العربات، لا على مستوى الحالة الميكانيكية ديالها، لا على مستوى القدرة ديالها على تغطية كل التراب ديال المدينة. فاليوم عيلة صبرنا، عيلة صبر المواطن الفاسي. احنا عارفين بأن هناك مجهود يبذل لحل حالة هذا المشكل. زولي الزيرو وعطينا 25. أنا أتحدى هذه الشركة هذه تزول الزيرو وتعطينا 25، وأنا غادي نكون أول مصفقين لها. لأن كي قلت احنا ماشي ضد هذه الشركة هذه، احنا نتمناو ماشي 205، هي 150، غير 100، غير 50. باش ما نكونوا واضحين. هاد الشركة هادي فوقاش نهاية العقد ديالها، عندها نهاية العقد هي 2027، حنا دابا 2003 وعلى أبواب 23، يعني أربع سنوات. شحال هادي تستمر هاد الشركة؟ هاد النزاع كله وهاد القيومية كلها هو هاد الملف هذا اللي هو ديال المخرجات ديال المجلس الجهوي للحسابات، لأنه ما باغيناش هاد الناس باش يخرج للشارع، باش يخرج عند المسؤولين، باش ما تكونش هناك ضغوطات، لان هذه اموال الشعب، وبالتالي تيخص الشعب يتساءل هاد الاموال ديالو فين مشات. كمثال على ذلك، هي كانت التزمت باش تستثمر 43 مليار، النهار اللي بغات تاخذ هاد الصفقه ما استثمرتش منها حتى النص. من ضمن العهود اللي وعدت بها 350 حافله تجوب شوارع مدينه فاس، ما جابوش منها حتى 150 حافلة. من 2012-2022 10 سنوات، شوفوا لنا شحال جابت هاد الشركة هادي، وعاد يمكن نطيقوا هادك دبت أبريل ديال 205، و10 سنوات ما جابتش هاد العدد، ما جابتش النص ديال هاد العدد. عاد نحنا فرمشتعين 205، وهذا راه إلا جاب 205 غادي نكون أول واحد غادي نقدم لهم نقداتي من هاد المرمر هذا. وكثر من هذا يزولوا هذاك الزيرو ويجيبوا لنا 25، انا اتحداهم. لان علاش؟ لان سبق لي وخدمت انا في الطوبيس وعارف الدوالب ديال الطوبيس وعارف الطريقه باش يفكروا، التفكير ديال باش يفكروا. اضغط على هذا، شوه هذا، السمعه هذا، وهذا راه ماشي حلول، هذا راه ماشي حلول باش نزيدوا بهذه المدينه القدام. الحلول باش نزيدوا بهذه المدينه القدام هو طاوله الحوار، نديروا النقاط على الحروف. الشريف شنو غادي تستثمر في هذه المدينه، شنو ما استثمرتيش، وحنا كجماعه تنقولوا له، لانه حنا تحت وصايه الداخليه، والداخليه هي اللي تمول. حنا شنو كان الموقف ديالنا؟ النهار اللي بغات الداخليه تعطي الفلوس قلنا لها الداخليه مشكوره، حنا تنشكروا وزاره الداخليه على التمويل ديالها، وعلاش؟ ولكن هذه الفلوس خصنا نعرفوها فين غادي تمشي. حنا ما نكرهوش هاد 20 مليار اللي باغيه تعطيها وزاره الداخليه وتطلب من الشركه باش استثمرت هي 20 مليار، هي 40، وراه 40 مليار اللي خصها تنزل فهاد اربع سنوات. قالوا مين يكون الحمق تيهضر، اللي جاي تصنت يكون بعقله. 40 مليار، وبالتالي تنقولوا ضروري للطبله. ارنا داكشي اللي كليتي حطوا لنا خويا، حط لنا 20 مليار ديالك، جيبها لنا طوبيسات وحنا معاك نصفقوا لك ونزول. 2012-2021 واش البوصيري عمرو هضر على الطوبيس؟ واش عمرني درت شي لقاء على الطوبيس؟ ما عمرني. علاش؟ لان ما كنتش مسؤول جماعي، ما كنتش منتخب. اليوم انا منتخب، انا خديت مسؤوليه ديال الشعب. انا الشعب النهار اللي يقول لي الشريف بعد راسك مع الطوبيس، نقول له شكرا زولتي عليا واحد الحمل ثقيل. انا ما بيني وبين هاد سيتي باس ولا مولاه ولا الخير والاحسان، انا ما شريك ديالو، ما درت انا وياه شي بيعه وشريه كلاني ولا كليتو، ما تنعرفوش. تا واخا يوقف قدامي ما تنعرفوش شخصيا، وبالتالي شمن النزاع عندي معاه. دات مدينه فاس ينتمي الى واحد الحزب، ما بيدي الا نصفق ليه كرجل وطني، كرجل اللي باغي الخير لهذه المدينه هذه، وبالتالي تنضم صوتي لصوت اي غيور على مدينه فاس. اللي باغي يزيد مدينه فاس غادي نكون بجانبه. هذا هو اللي سميتو من اي موقع يكون شي واحد اللي عنده غيره على فاس وعلى ولاد فاس، انا معاه. نهاية الصفقة سوف تنتهي في 2027، وحنا غادي نبقاو نلعبوا على الوقت، والدخول للمدرسة قريب، والدخول للجامعي قريب. راه إذا جينا نشوفوا في هذا التقرير المبالغ المالية الباهظة اللي تتشد من طرف هاد الشركة على حساب طلبة وعلى حساب التلاميذ و و و و و راه الشعب ديالنا كلنا وقفنا. هنا فرق
اليوم معكم في هذا اللقاء هذا ديال الاتحاد الاشتراكي اللي كتشوفوا فيه كنأجرهم وكنعاونوهم على الحسابات. هذيك خروقات اخويا بالجمله، حنا دابا كنطالبوا من العمده باش يدير يدخل مع هاد الناس للقضاء ودير رساله في الموضوع وندخلوا معاهم، لان هاد الشركه لا تشرف مدينه فاس. وهاد الناس كنشوفوا واحد البلاغات اللي خرجت بها البارح كتقول لك بان الشركه وصلت دارت 205 ديال الطوبيسات غتجيب، وبان هاد الشركه هادي قاده باش تنجح. انا نقول لهم واحد الجمله، واش ما عيتوش بالكذوب، ما عيتوش، ما تضحكوا على الشعب، ما عيتوا، ما تشريوا في ذمام الامور في ذمام الناس، نعلو الشيطان. وكل مسؤول خذ المسؤوليه يكون مسؤول ببلاصتو ويكون قادر ينتج وقادر يعطي وقادر يوصل، لان راه ماشي بقات سياسي ولا بقات وصلتي خديتي كرسي باش تدبر على راسك، راه بقات خديتي كرسي باش تمثل الشعب. ومن هذا المنبر كنقول للناس اللي كيمثلوا الشعب خصهم يهضروا على الشعب، ما يهضروش على جيبهم ويدبروا على راسهم بزاف. البرلمانيين اخويا كنشوفوهم غايبين على الساحه ديال سيتي باس، الاحزاب السياسيه كنشوفوها غايبه على الساحه ديال سيتي باس، وهذا من الان مرمي وهانتوما كتشوفوه. انا كحزب الاتحاد الدستوري حضرت كان ازر الاتحاد الاشتراكي وانا معهم من الاول لحظه والاخر لحظه. انا ديما ضد الشركه، وانا ديما كنقول لها يا قومي يا سيري بحالك. ولحد الساعه الشركه كنشوفوها كدير خروقات كبيره، ولحد الساعه هذه دابا 8 شهور هذه ولا 9 شهور داخلين فيها. لحد الساعه من بعد ما خرج العمده بالبلاغ الاول ديالو قال لها يا قومي يا تيري بحالك، الشركه مجهله كتجهل ما كتعتبر حتى واحد بانها كاين، اذا هي فوق القانون. انا من هذه النقطه كنصيفط واحد الرساله للعمده بان يوصلها، يوصل مع هذه الشركه هذه خصو يوصل معها القانون ويدير معها المسطره الاداريه ويمشي مع المحاكم، والمحاكم هي اللي خصها تفصل في هذه النقطه هذه. وشكرا للجميع. نبقاو نشريو هذا ونضرو عند هذا ونسميتو الاشاعه الخاويه، اما تكرشي ما في ظهري. الحمد لله هذه دولة الحق والقانون، دولة الحق والقانون. الحمد لله ما فيه شي واحد فينا كبير صغير بحال سيدنا الله ينصرو. بوضوحين، الديمقراطية وتطبيق القانون والمحاسبة. الكريشة خاوية ما في ظهري ما في والو، راه ما تخلعنيش، ما توقفنيش، راه هذا مين هذه القانون وناضل من عجله. لان اللي راه صلاحك، شكون اللي يقول لي سير اخويا ما تعرفش تهضر؟ هما الناس، هما اللي صوتوا عليا. النهار اللي يقول لي المواطن اخويا هذا ما تعرفش تهضر عليه، والله ما نهضر عليه. النهار اللي يقول لي الشارع الفاسي